الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today's lecture is going to be on sleep-wake disorders. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إذن النوم هو آية من آيات الله تبارك وتعالى، لا يشبهه شيء من صنع الإنسان، هو غاية في الدقة والإبداع. وحتى الآن يوجد كم هائل من الدراسات قام بها الباحثون حول النوم وأسراره، وطبعا لا زال الكثير من الغموض لم يكشف حتى الآن. So what we mean by sleep? Sleep can be defined as an altered state of consciousness in which people become relatively unaware of external stimulation. احنا ما قلنا loss of consciousness يعني الإنسان يفقد وعيه، لا، اكو فد حالة في تغير الوعي، altered state of consciousness، هسه راح نشوفها إن شاء الله لما نشوف مراحل النوم. مرات نفكر أنه مثل هذه الحاسبة اللي أمامنا، when we turn it off, it resembles the brain when we sleep. لكن حقيقة مو بهذا الشكل، راح نشوف أنه الأمر مختلف تماما. What do we mean by sleep architecture? Sleep architecture أو ما يسمى بهيكل النوم، مثل البيت يتكون من هيكل في البداية يقسم البيت إلى غرف. هنا أيضا sleep consists of two distinct states which is called REM and non-REM. REM هي المختصر rapid eye movement sleep، non-REM non-rapid eye movement sleep. هنا نشوفها هاي التقسيمين. Non-rapid eye movement sleep further subdivided into stage 1, stage 2, stage 3. And this classification depends on EEG criteria and bodily changes. التغيرات اللي تحدث في الدماغ واللي يلتقطها جهاز التخطيط الدماغي، وكذلك التغيرات اللي تحدث في الجسم. We'll talk in detail about stages of sleep cycle. Each sleep cycle consists of these stages. Stage 0, we still awake. يعني معناه احنا بعدنا ما رايحين للنوم، هاي الفترة اللي يصحوا latency period اللي راحت اني للفراش وظليت اتقلب الى ان رحت نمت. هاي الفترة ممكن تكون مثلا دقائق حسب يعني حاجة الشخص الى النوم، حسب الفترة اللي قبلها هو كان ماخذ ناب بالنهار، يعني ماخذ قيلولة، ماخذ منبهات، تعبان قبلها، حسب هاي الفترة الطول او تقصر، لكن تقريبا كافريج 20 minutes 20 دقيقة. Then we have non-REM sleep. يعني أول ما نبدي ما ندخل بالREM sleep، هسه راح نشوف شنو REM sleep. راح ندخل بالnon-REM sleep، يعني اللي ما صار بها حركة العين أثناء النوم. عندنا light sleep consists of stage 1 و stage 2. نشوف الإنسان أول ما يبدي يحاول ينام يكون النوم مالته خفيف، ممكن أي حركة، ممكن أي صوت تيقظه، فيبدي هذا اللايت سليب، ويبدي ينزل بالديب سليب لما يعني يمضي الوقت عليه بالليل. فنشوف احنا اول ساعة في نهاية الساعة الاولى نشوف الشخص بدأ يصير عنده ديب سليب. يما واحد تريد توعيه شوف الموضوع كلش صعب، لانه دخل بالديب سليب وما يقعد. لذلك مثلا اللي نام متأخر جدا ويدق تليفونه على صلاة الفجر مثلا ما يقعد، لأنه بدأ بالديب سليب. لكن اللي نام من وقت وبدأ يعني مراحل النوم، هسه راح نشوف أنه كل سايكل تتكرر 4 إلى 5 مرات بالليل، ممكن بسهولة يقعد على الصلاة ويقعد الصبح إذا كان عنده فد موعد. ورا هاي تخلص الرم سليب بالستيجات هالـ 3 stages. نبدي للرم سليب اللي هي تبدي حركة eyeball movement under eyelids، هسه راح نوصفها شلون تكون. طبعا الوقت مالتهن يختلف كل sleep cycle، هسه راح نشوفها ان شاء الله شلون تصير. نرجع مره ثانيه بهذه الصوره حتى تكون واضحه امامكم. اول stages of sleep، اول ما نروح هنا نكون بالبدايه awake، بعدين يبدي drowsy stage اللي هي مرحله very light sleep، بعدين light sleep stage 2 والdeep sleep stage 3. كلها دا نحكي احنا non-REM sleep. خلصنا النون-REM sleep، بدت يعني مرحلة تختلف تماما، يبدي البرين بي اكتف هنا وتسمى بالREM sleep. ها راح نشوف هنا السليب architecture in normal healthy young adults. راح نشوف اول مرحلة مثل ما اتفقنا انه احنا awake، we are awake. هاي الفترة يصحوا للاتنسي بريد.
شوف هنا هنا هذا ريم سليب عبرناها، ما عندنا ريم سليب بالمرحله بالسايكل الاول، اول ما رحنا نريد ننام هاي سايكل الاولى اللي تقريبا ب 11 بالليل هنا 11 بي ام، هاي كمعدل لنوم البالغ يعني. ويروح قلنا ماكو عبرنا النان ريم سليب، ما عندنا ريم سليب، بدينا باللي هنا هذا الاويك والليتنسي بيريد، دخلنا بالنان ريم سليب ستيج 1 لايت، بعدين السليب، بعدين ستيج 2 بدا السليب يكون مور هيفي، وستيج 3 دخلنا بالديب سليب. هاي الفتره نحتاج تقريبا 90 مينيت، تقريبا 90 دقيقه او 60 دقيقه ساعه، معدل من 60 الى 90 دقيقه حتى يبدي نطلع من الديب سليب، يعني نطلع من هذا السايكل الاولى، نرجع ايضا للستيج 2 وستيج 1 ونبدي ندخل بال ريم سليب. ريم سليب هسه شلون نوصف لكم اياها ان شاء الله، اللي تحدث فيها الاحلام، المرحله اللي تحدث فيها الاحلام، ويكون الدماغ كانما بالتخطيط لما يعني تثبت، طبعا دراسه النوم يثبتون اقطاب للجهاز تخطيط الدماغ ويسجلون موجات الدماغ شلون شكلها. بالريم سليب كانما موجات الدماغ مال الشخص اويك، والنون ريم سليب بالعكس موجات الدماغ مال يعني كأنه مبرلايزد برين. خلصت السايكل الأولى اللي هي تقريبا كلها ساعة ونص إلى ساعتين، بدأت السايكل الثانية. سايكل الثانية هنا طبعا ماكو هاي المرحلة اللي هنا هاي احنا الليتنسي بريد سميناها، فترة اللي أنا بين قاعد ونايم، لا هي احنا نايم بعدنا نايمين، لكن انتقلنا من النوم الثقيل هيفي سليب وصعدنا شوي شوي بدا يرجع يخف، ودخلنا بمرحله الاحلام هذه الريم سليب، ورجعنا مره ثانيه ندخل بالنان ريم سليب ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3. راح نشوف انه ستيج 3 ديب سليب يبدي يقل، شوفوا الفتره مالته هنا كان هاي اطول فتره ببدايه النوم اللي تكون تقريبا يعني احتمال نص ساعه الى ساعه اللي يقضيها بالديب سليب، هاي الفتره اللي اهلكم يوعوكم بيها وما تقدرون تقومون وتحسون روحكم انه يعني غير عالم تماما، تبدي تقل هاي الفتره الى ان نوصل هنا بالساعه 5 من 4 الى 5 الفجر، تكون كلش قليله، هاي ساعه اذان الفجر اللي نقوم لها بسرعه نقدر اذا احنا نايمين هذا النوم معدل النوم يعني مبكر. وهنا نبدأ هاي، شوف الفترة بعد انتهى ديب سليب من 5 إلى 6 الفجر ديب سليب ماكو، بحيث احنا من يعني رن المنبه ونقدر نقوم للدوام بسرعة. وبنفس الوقت انه الرن سليب الفترة اللي يصير بها احلام النوم الحالم يصيحوا له، بنشوف احنا ديزيد ديزدايد الديوريشن مالته، واكثر وقت يعني الاحلام نشوفها في وقت صلاة الفجر، قريب ما يعني نستيقظ نحس روحنا انه دائما في هذه المرحلة. This is sleep architecture in normal young adults. إذن non-REM sleep راح نرجع في مراجعة سريعة. Non-rapid eye movement sleep furtherly subdivided into three stages on the basis of EEG criteria stage 1, stage 2, stage 3. شفنا أنه stage 1 the lightest sleep and stage 3 the deepest sleep. ها طبعا ستيج كل الستيجات alternate with rapid eye movement sleep throughout the sleep period، شفنا شلون اكو فالتناوب بيناتهن، هنا نان ريم يرجع ريم نان ريم يرجع ريم، فالليل كله اكو فالتناوب بيناتهن. نان ريم sleep characterized by slowing of EEG rhythm، يبدي EEG rhythm ينزل كلش ويعني يتساوى ويا الparalyzed brain، there is higher muscle tone، هاي المرحلة اللي نتحرك بيها. هسه راح نشوف احنا هواي من الظواهر اللي نحسها غريبة بالنوم راح تفسرها هاي الاستيجات المختلفة اللي نمر بيها بالسليب. There is absence of eye movement، لذلك التسمية جتي مننا، ماكو حركة بالعين اللي راح نشوفها بالرم سليب. There is absence of thought-like mental activity اللي هي الأحلام، وتقريبا يعني نقدر نختصر non-REM sleep is an idling brain in movable body، يعني دماغ مثبط ماكو فد حركة ولا activity بالدماغ، يعني حركة شنو معناها، نقصد انه فد brain activity like dreams كالأحلام in movable body، يبدي الجسم يتحرك نشوف روحنا نتقلب من مكان إلى مكان، احنا هذا بال non-REM sleep. Now we'll talk about REM sleep rapid eye movement sleep. طبعا التسمية جت من ساكدك اي موفمنت اندر ذا ايليد، يعني حركة العين، اذا يعني واحد ممكن انه
أخوه ينتبه له أثناء النوم. نوصل لقلنا الريم سليب الأولى ورا 90 دقيقة تقريبا ساعة ونص من النوم، نجي نلاحظ أنه أكو حركة العين تحت الأجفان أثناء ما هو نايم، أكو حركة للآي بولز تروح وتجي تحت الأجفان. There's an arose EEG pattern يشبه بالضبط كأنما الـ EEG مع الشخص مستيقظ، لذلك قلنا هذا الـ awake brain هاي المرحلة. There's elaborate visual imagery dreaming بهاي المرحلة تكون، لذلك قلنا ورا صلاة الفجر وقريب صلاة الفجر هاي المرحلة هواية نشوف أحلام، هي الفترة اللي تكون الـ REM sleep أطول من non-REM sleep. فمختصر مفيد مثل ما قلنا أنه الـ REM sleep، العفو مثل ما قلنا انه non-REM sleep is idling brain in movable body، هنا REM sleep awake brain in paralyzed body. اذا على اساس هذا التقسيم راح نفهم كثير من الاحداث اللي يصير ويانا اثناء النوم وعند الاستيقاظ وما كنا نعرف تفسيرها سابقا. مثلا ليش مرات استيقظ while dreaming اثناء ما اني دا احلم واستيقظ احس انه جسمي خدران جدا واشعر بثقل ما اقدر تحريك اطرافي، ليش استعرفنا؟ لانه we are in REM sleep. REM sleep there is awake brain in paralyzed body، الجسم كله خدران صار paralysis be لكن awake brain. واحيانا اجد نفسي في صعوبة يعني جدا صعوبة بالغة في الاستيقاظ على صوت المنبه تنتهي طبعا دقة التنبيه وأني ما مستيقظ، إذا أني هاي أثناء ما دق المنبه أن كنت بالديب ستيب ستيج 3 from non-REM sleep. وكذلك يعني أكو أحيان أنه أول ما يدق التليفون المنبه جوزان صار لي بعدني استوني فت ساعة ونص يعني من النوم وقعدت بسهولة جدا بسهولة، يعني بحيث الأهل يستغربون أنه أنت البارحة نايم فت 4 ساعات مثلا بالليل وعندك امتحان وما قدرت تقعد، واليوم ورا ساعة ونص قعدت، ليش البارحة ممكن انه دق التليفون او اجوا ديوعوك وانت بالديب سليب مالت السايكل الثانية او السايكل الثالثة، بينما انه قعدت رأسا ورا ساعة ونص انت باللايت سليب مالت السايكل الثانية. صار واضح امامنا انه هاي كلها اشياء يعني قدرة الله تبارك وتعالى اللي ما يشبهها ولا اكو فتشي يوصل الها. بعد عندنا سؤال ثاني انه كل الفئات العمرية عندهم نفس السليب اركيتكتشر؟ طبعا اللي عنده طفل وكبير في السن بالبيت ممكن يعرف الاجابة. We can see here different sleep architecture for different age group here in children and early adulthood and lastly in old age. هذا الادلتهود اللي شفناها ذيك الساعة typical for adulthood، هاي الرم سليب دي يزيد ويا طبعا duration of sleep، وهاي هنا deep sleep يقل إلى أن يوصل يعني ماكو ديب سليب الساعة 7 لما أقعد من النوم بسهولة. بالأولد ايج راح نشوف أنه عندهم الديب سليب أقل، فترة الديب سليب كلش قليلة، لذلك يكون نومهم خفيف الكبار في السن ودائما يعانون من سليب ديستربنس. بالأطفال عكس هذا، راح نشوف البيريود أوف ديب سليب، شوف نقارن البيريود أوف ديب سليب هنا بين الأطفال والبالغين، نشوف الديب سليب عندهم أطول، وطبعا الفترة اللي يقضوها بالديب سليب أطول لذلك يكون نومهم أعمق ويحتاجون فترة. حتى الـ duration of sleep راح نشوف recommended duration for sleep for different age group هم تختلف أيضا. What we mean by circadian rhythm and neurotransmitter system؟ هذا اللي تحدثنا به مراحل stages of sleep كلها تتحكم بها neurotransmitters وspecific regions of the brain تتحكم بها وتخلينا نشوف يعني هاي الأمور. هنشوف الجزئين المهمات هنا ascending reticular activating system in the brain stem، المنطقة المهمة بالبرين ستيم، and the second hypothalamic sleep wake switch بالhypothalamus والبرين ستيم the most important brain regions. طبعا اكو brain regions اخرى involved in sleep لكن ذني the most important one. In ascending reticular activating system in the brain stem we have acetylcholine, serotonin, norepinephrine and dopamine. While in hypothalamic sleep wake switch in hypothalamus we have histamine, orexin or hypocretin and lastly melatonin. هسه راح نشوف وحده وحده شنو دورهن. ممكن انه سامعين قبل انه الهستامين يعني يساعد على اليقظه، لذلك الانتي هستامين يسوي لنا شو يسوي لنا؟ يسوي لنا سيديشن. فنشوف هسه الاسيتايلكولين is higher during REM sleep يعني induce sleep. Serotonin help to initiate sleep.
Norepinephrine is lower during REM sleep. Dopamine increase wakefulness. راح يعني بالمحاضرة برتبتكم إياها منو اللي زيد ومنو اللي نقص النوم. While we have histamine يعني حاولوا أنه تتذكرون دائما الأنتيستامين هن sedative، يعني من تأخذوها سبب لنا drowsiness and sedation. فالهستامين إذن هو يساعد على wakefulness. We have orexin or hypocretin، هسه راح نشوف نوع من الأمراض اللي بيها مشكلة فيصير عندنا مشكلة في يعني تنظيم النوم. Orexin activation of orexin trigger wakefulness، يعني هو يساعد على wakefulness. We are going to talk briefly about melatonin. Melatonin سامعين بي ممكن بعضكم is hormone secreted from pineal gland in the brain and regulate sleep-wake cycle by initiating circadian alternating system in suprachiasmic nucleus. طبعا ميلاتونين هرمون موجود على شكل synthetic هرمون، اكو على شكل droplet بالنسبة للأطفال، وللبالغين اكو tablet. وسيف طبعا هو وhelp to initiate sleep، خاصة الأشخاص اللي يعانون من اضطراب النوم بسبب يعني change in the work shift، ممكن ان هم الدوام مالتهم مسائي ويرجع للبيت لازم ينام بالنهار، وهذا طبعا كل شيء يأثر عليهم. بالنسبة للميلاتونين هنشوف هنا الصورة. Secretion in response to exposure to sunlight، يعني اذا اكو sunlight observed by the retina whereas message to the pineal gland to secrete melatonin. اما اذا كان يعني وقت الليل، اجا وقت الليل فراح يسوي inhibition للsecretion of melatonin. احنا صار عندنا اول مشكلة واول اضطراب في النوم هو بسبب artificial light. artificial light الموجود هسه حاليا في كل منزل سببت اضطراب للنوم بسبب وجود هذا الهرمون ميلاتونين that affected greatly by artificial light. How can we study sleep؟ في طبعا المستشفيات الجامعية outside، كل مستشفى جامعي أو كل جامعة مختصة بالسايكولوجي and psychiatry عندهم sleep lab. sleep lab هي عبارة عن غرفة بها يعني فد هدوء نسبي في مكان يعني معين بعيد عن الضوضاء أو سرير، وهاي الأجهزة اللي راح نشوفها. First EEG records activity of the brain. EEG هو electroencephalogram جهاز تخطيط الدماغ. EOG records eye movements. Electrooculogram. EMG record muscle movements. Electromyogram. And lastly ECG records activity of the heart. وتعرفون الـ ECG. هنا راح نشوف هاي الصورة. Different electrodes attached to different parts of the body. هنا أنا طبعاً at the scalp هو الالكترود مال EEG تخطيط الدماغ. راح نشوف هنا حتى يسجلون طبعا حتى الـ SPO2 يسجلون مات المريض، لأنه أكو بعض الأمراض تنزل نسبة الـ SPO2 مثلا sleep apnea. هسه راح نشوفها هنا طبعا مات الـ EEG والـ EMG أيضا هنا around the chin. Different age group has different sleep requirement. In newborns the neonate need 16 to 18 hours a day. طبعا شايفين طفل حديث الولادة شقد ينام، يحتاج فترة كلش طويلة ينام بيها. In preschool age children يعني لحد 6 سنوات يحتاج 11 to 12 hours a day. وهناك شفناهم في مثلا بريطانيا عندهم نظام انه الطفل في الروضة ينام الساعة 7 مساء، مرات يعني الاذان المغرب يأذن الساعة 10، يعني يبدي الليل نايت ريال نايت at 10 PM. لكن هم يبدون ينامون الطفل من الساعة 7 حتى يقعد ثاني يوم الساعة 7 الصبح، فيحتاج 12 ساعة من النوم. School age children يبدي يقل نسبة النوم اللي يحتاجها at least 10 hours a day and adults usually 7 to 8 hours a day يحتاج. هذا الـ effect of sleep deprivation ما تحتاجوها انتو والمحاضرة بس للاطلاع حتى تعرفون انه every system in the body can be affected with sleep deprivation، ويسبب لنا مشاكل طبعا مو فقط على الصحة، مشاكل يعني ممكن انه external accidents، كثير من الكوارث اللي صارت انقلاب مثلا قطار او يعني انفجار فد منشأة يعني صناعية او شيء بسبب فتيق الموظفين، التعب اللي بيه الموظفين بسبب قلة النوم. فلذلك نحتاج احنا النوم for ourselves and for the safety of others.
The first disorder we are going to talk about today is insomnia. Insomnia هو الأرق. Insomnia can be defined as disturbance of normal sleep patterns, commonly difficulty in initiating sleep. طبعا أكثر شيء يظهر به الأرق مثل ما شايفين أنتو هو صعوبة في الدخول إلى النوم، يعني يظل الشخص اللي مصاب بالأرق يقضي فترة طويلة اللي هي sleep latency قلناها تقريبا 20 minutes، هنا راح يبقى يمكن ساعة ساعتين أكثر هو ما يقدر يخفى. ويعتمد طبعا على وصف الشخص، هو سبجكتيف. أكو أشخاص يعني يقضي هاي الفترة لكن يعتبره في شيء طبيعي تعود عليه، وأكو أشخاص لا يعتبره فد أرق، فطبعا هو هايلي سبجكتيف. We have two type of insomnia: primary insomnia and secondary insomnia. Secondary insomnia طبعا هي secondary to other disorders, maybe secondary to high stimulant during day. ممكن ياخذ شاي، منبهات، شاي، قهوة، ذن الأمور يتعرض إلى الإضاءة الاصطناعية بشكل كبير. Interventions for insomnia include: First, treat any associated disorder. إذا عندنا طبعا إحنا سرح نشوف الإتيولوجي. 80% of cases of insomnia are related to anxiety and depressive disorders. فلما هلقد نسبة كبيرة إذا نعالج البرايمري يعني factors affecting sleep ممكن يتعالج بصورة تلقائية. We have stimulus control. طبعا نقول لهم تجنبوا التدخين، تجنبوا المنبهات، هن ذني الأشياء الستيمولاس، تجنبوا استخدام التليفون المفرط هذا اللي راح يأثر على هرمون الميلاتونين هاي الإضاءة الاصطناعية بالوجه قبل ما واحد ينام، كلش ضروري أنه واحد ينتبه لها. We have what we call sleep hygiene. هي مجموعة إجراءات يقوم بها الشخص حتى يحظى بنوم أفضل خلال الليل. هذا كليتنا إحنا لازم نسويها حتى يكون النوم مالتنا quality of sleep is better. وطبعا الأشخاص مصابين من الإنسومنيا من باب أولى يطبقون هذه التوصيات. أولا لازم يقلل النوم القيلولة إلى 30 دقيقة مو أكثر، يعني نص ساعة فقط إذا يريد يعني يأخذ لقيلولة حتى بالليل يقدر ينام بسرعة. اثنين، يتجنب المنبهات اللي تحدثنا عنها، المنبهات اللي هي اللي تحتوي على مواد الكافيين وغيرها. يمارس الرياضة في أثناء النهار حتى يبذل مجهود بدني يساعده على النوم بالليل. لازم يتعرض إلى ضوء الشمس الكافي أثناء النهار. الأشخاص اللي طبعا ما يطلعون والأطفال أيضا، يعني شايفين الأطفال اللي ما يتعرضون للشمس يصير عندهم أيضا اضطراب النوم. هذا جزء من يعني regulating circadian rhythm. هذا كل الأعمال اللي نسويها أنه بالليل نقلل الإضاءة الاصطناعية، بالنهار نعرض للشمس حتى نرجع للفطرة الطبيعية اللي الله تبارك وتعالى خلقنا عليها واللي تخربطت بعد إدخال يعني الإضاءة الاصطناعية. فيتعرض إلى ضوء الشمس كافي أثناء النهار، ويحاول أنه يخلق له روتين بالليل. صح، السليب روتين هو وقت نوم معين، يعني مو اليوم يجي مثلا ينام بثمانية باشر يجي بالدعش وراها سهر صارت بالثنعش أو للثنتين ممكن يبقى، هذا راح يخربط الأمور كلها. خلي له روتين ثابت أنه يبدي يحضر للنوم. هاي خاصة بالأطفال، يعني صحوا لها سليب روتين جدا مهمة. طبعا خليني أذكركم فد أشياء للفائدة، أنتوا أكيد يعني عندكم أقارب أو أصدقاء أو يعني أطفال أخوانكم يعانون من شغلة اضطراب النوم. أنا شفتها كلش هواية أثناء عملي. حتى مرة يعني الطبيبة اجتني تريد سيديتيف لطفلها اللي عمره سنة، تريد له سيديشن حتى ينام. فمن أخذت الهيستوري كان يعني هو كل الأمور مقلوبة عند الطفل، أنه يظل بالليل على يعني على التلفزيون مثلا قاعد هاي الإضاءة الاصطناعية بعينه إلى أن ينام بثلاثة. تقول حتى من ينام بثلاثة مو نتوقع أنه يذب روحه وينام، لا، الأمور غير شكل، الأمور بدأت تخربط لأنه خربطنا كل السيستم السيركاديان ريذم مالته. يبدي ينام بثلاثة يفز بالخمسة، يعني حتى السليب الكواليتي أوف سليب is very disturbed. فمن يعني شرحت لها ميلاتونين هرمون how can be affected by exposure to sunlight during يعني day. ها، وبالنهار تقول أبقيها للوحدة نايمة، وبعدين من تبقى بالوحدة تقعد يعني بالغرفة وشي إلى أن يعني ما نشوف إلا أنه صار المغرب وراحت علينا الشمس.
فإحنا الأطفال بهيك حالة والكبار أيضا من يعني باب أولى اللي هم يعرفون مصلحتهم ممكن يطلعون، فالنهار يقعد من وقت يعني ما يتجاوز التسعة، الساعة بالتسعة يطلع يتعرض الطفل للشمس يلعب، لازم هاي الفترة حتى أيضا يبذل مجهود بدني، والشغلة الثانية يتعرض للشمس حتى نحافظ على هاي النورمال سيركاديان ريذم. بالليل نخلق روتين النوم، يعني يعرف الطفل أنه نبدأ نحضر له الساعة، مثلا إحنا قلنا هناك أوتسايد الساعة بالسبعة مسيطرين، الأمور كلش سهلة لأنه هي أصلا تتوارثها أجيال هاي خطوات النوم. فإحنا هنا نحاول أنه نوصل للتسعة، هم يخالف إذا نام الطفل بالتسعة، فنبدأ روتين النوم بالثمانية، يبدأ الطفل يعرف أنه إحنا بالثمانية بدأت طقوس النوم. إحنا نصح لهم طقوس النوم أنه يبدي يعرف الإضاءة تبدأ تقل بالبيت، إحنا حتى لو راح نبقى هو ينام هو الطفل وإحنا نبقى عندنا شغل، أو مثلا الأدلتس طبعا فترة النوم اللي يحتاجها أقل بالتأكيد من الطفل، أخلي مثلا الغرفة اللي راح ينام بها الطفل بالبداية أدرج الإضاءة، والبيت كله أدرج الإضاءة، يعرف أنه الأمور بدأت يعني دا ندخل بطقوس النوم. مثلا إذا يحتاج باث الطفل يدخل للحمام، يفرج أسنانه، يجي أكو يعني هذا بيت تايم ستوري، قصة قبل النوم، نقرأ لهم قرآن، جزء من القرآن مثلا، أكو أطفال يحبون هالشكل، وتنسد الإضاءة على الطفل أو فتضوء جدا خفيف بس مجرد أنه حتى يعني ما يخاف. فهاي كل هالطقوس راح تخليه better quality of sleep، راح ينام الليل كليته، ويعني الأمور كليته تنعكس على صحته وتنعكس على ذكاءه واستيعابه. هذا يعني sleep hygiene مختصر مالته. وطبعا أجواء غرفة النوم هاي من الأمور اللي يعني يوصون بها أنه تكون مائلة إلى البرودة، مائلة إلى البرودة، يعني حتى بالشتاء نحاول إذا تدفئة ما نخليها يعني الغرفة تجمر مثل ما نقول، لأنه هذا راح يسوي يعني sleep disturbance. فكل ما مثلا كانت الغرفة مائلة إلى البرودة يعني التدفئة بالشتاء يعني قليلا نخليها، وبالصيف يعني باردة تكون أجواء النوم يعني أفضل. كذلك نبتعد عن المشتتات مثل التلفاز، أضوية صناعية، الهاتف نخليه صامت، هاي الأمور كلها تساعد على النوم. هيبنوتكس آخر يعني الحلول، أنه إذا شخص شاف الأمور كلها صعبة، هو إنسومنيا ومؤذيته، مرات بعض الأدوية مثلا إحنا قلنا الإتيولوجي مالته ممكن يكون secondary to anxiety and depressive disorders، من نطيهم الأنتي ديبرسنت هي أصلا سيديتيف بها سيديشن يستفاد، مرات لا نحتاج أنه نطيهم هيبنوتكس، ومرات نحتاج أنه نلجأ إلى الميلاتونين. أكو قلنا ميلاتونين موجود سينتيتيك، موجود التاب على شكل 3 ميلي جرام وعلى شكل 5 أيضا، فننطيهم إياه ممكن تفيدهم وتساعدهم. This is the etiology of insomnia. قلنا we have either primary or secondary. 80% of cases of insomnia are related to anxiety and depressive disorders. Most of the rest are secondary to medical disease like Parkinson's disease, chronic pain and substance abuse. هذين الأمور كلها تسبب لنا مشاكل في النوم. The remaining fraction less than 10% is primary insomnia. Insomnia يعني primary insomnia ماكو فد سبب واضح، كلش قليلة تكون نسبتها. Other factors that affect sleep such as shift of working، يعني هذا الفترة اللي احنا هسه راح تصيروا مقيمين وتشوفون لما تلزمون نايت مسائي، يشوفون انه من ترجعون تنامون عندكم sleep disturbance يصير. medication، alcohol and caffeine. ميلاتونين قلنا اخر يعني الاشياء اللي ممكن نستخدمها safe and effective medication. The second disorders related to sleep we are going to talk about today is narcolepsy. Narcolepsy ما يسمى بالنوم القهري. Is a neurological disorder characterized by decreased ability to control sleep-wake cycle. It is linked to deficiency of hypocretin. Hypocretin قلنا من الأشياء من النيوروترانسميترز اللي تساعد على staying awake، تخلينا نبقى مستيقظين، فهنا عندهم deficiency of hypocretin لذلك يصير عندهم هذا النوم القهري. We have narcoleptic tetrad، رباعية النركولبسي. First, sleep attacks and excessive daytime sleepiness.
هذا ما يسمى بالنوم أثناء النهار، ونوبات يعني تجي مثل يعني تجي مثل النوبة على غفلة. هو قاعد مثلا هسه راح نشوف إن شاء الله أدزلكم لينك لسيفير كيس أوف ناركوليبسي، يعني طفل أثناء المدرسة يعني دا يكتب دا يحل الواجب مالته مالت الامتحان ورأسا تجي الأتاك أوف سليب. سكند كاتابلكسي which is the pathognomonic sign, which is sudden and new transient episode of muscle weakness accompanied by full conscious awareness, typically triggered by emotions such as laughing, crying or terror. هذه ما يسمى بهنا الكاتابلكسي، هي نوبة من الجمود كأنما باراليسيز يصير، لكن اللي يميزها انه الوعي يعني انتاكت، ما عنده مشكلة، يعني ما مو احنا قلنا هو تجي اتاك مال سليب، هو كل الديس اوردر تجي اتاك مال سليب، يعني قاعد ويصير عنده نوبه مال الغفوه ما يقدر يسيطر عليها. مرات لا، مو اثناء الغفوه، هو فولي كونشس المريض وتجي هاي حاله الشلل، كانما يصير عنده كله شلل. واكثر شيء يسبب هاي الحاله لما سترونج ايموشن such as laughing, crying or terror. We have what we call hypnagogic hallucinations. هاي hypnagogic hallucinations نوع من الهالوسينيشن اللي يصير طبيعيا، ممكن عند الأشخاص الطبيعيين نحس روحنا أول ما نغفو نحس أنه راح نوقع من مكان عالي ورأسا أقعد أفز، بعدنا باللايت سليب وأحس هذا الأمر صار بيه. So hypnagogic hallucinations is a vivid dreamlike sensation that an individual hears, sees, feels or even smells and that occurs near the onset of sleep. قلنا ممكن يصير عندنا احنا كأشخاص طبيعيين، لكن بهاي بالنسبة للناركوليبس يصير عندهم بصورة متكررة. And lastly we have sleep paralysis. راح ادزلكم لينك ان شاء الله حتى تشوفون الفيديو لهذا الطفل. What is the treatment? What is the modality of treatment for narcolepsy? First, stimulants like amphetamines or modafinil are the main treatment. Third disorder in this category is sleep apnea. Sleep apnea can be defined as a serious sleep disorder that occurs when a person's breathing is interrupted during sleep. طبعا كلش مرض مرعب انه اثناء النوم الشخص يعني ينقطع نفسه وينزل الـ SpO2 ويحتاج لـ close monitoring. We have subtypes of sleep apnea. First, obstructive sleep apnea, which is the most common type of sleep apnea, caused by blockage of the airway, usually from when the soft tissue in the back of the throat collapses during sleep. يعني أكو في السبب تخلينا يصير الobstruction. We have central sleep apnea, which is unlike obstructive sleep apnea, the airway is not blocked, but the brain fails to signal the muscles to breathe due to instability of the respiratory control center. هنا يعني ما عندنا أي مشكلة بالrespiratory passages، عندنا كل المشكلة بالbrain. And lastly we have mixed type. أيضا أدزلكم لينك للفيديو إن شاء الله حتى تشوفون شلون تبدي السليب أبنية. How can we diagnose patient with sleep apnea? We have sleep apnea test called polysomnogram. Polysomnogram مثل ما شفنا الشخص هنا بالصورة السابقة بالسليب تيست، شلون احنا نسوي تيست اثناء النوم، نشكل مجموعة يعني تيستات على حدة ECG, EEG, EMG, OOG, EOG sorry and نحتاج ايضا نشوف الـ SpO2 مالت المريض، فهذني كلية الامور تثبت على المريض الالكترولز اذا اهله اجوا او هو شكى انه اثناء الليل افز القروحي يعني ما عندي اي تنفس او اهله يشوفوه يصير ابنية ويصير ساينوسيس، فنحتاج نشوفه يعني فعلا ويدخل بالسليب لاب وينام بشكل فعلي ونسجل هاي الامور كلها. So the treatment according to the case. If the case is mild of sleep apnea, can be treated by changing behavior like losing weight, avoiding alcohol and sleeping pills, changing sleep positions to improve breathing, and lastly stop smoking.
ممكن هاي الأشياء البسيطة in mild cases تفيد وتشتغل. While in moderate to severe cases we need a continuous positive airway pressure CPAP and surgery in cases due to obstructive reason. فهنا يدخل المريض رتحة الإنعاش الجراحي اللي تكون يعني بها أجهزة الإنعاش الرئوي ويحتاج يعني يربط على جهاز فنتليتر ويعني حسب الحالة حسب التحسن مالته. Lastly we have parasomnias. Parasomnias هي حالات اللي تكون ممكن أنه نمر بها إحنا كأشخاص طبيعيين. Parasomnias are abnormal episodic events. هي abnormal لكن ممكن تصير عند الأشخاص الطبيعيين. Occur during sleep like sleepwalking, nightmares مثل النوم أثناء يعني المشي أثناء النوم أو الحالات يعني الكوابيس الليلية. They are part of normal development in children. الأطفال they're part of normal يعني development. In adults they usually reflect emotional stress. First we have night terror. Night terror تختلف عن nightmares. Night terror اللي هي تكون يعني الرعب أثناء النوم occur in deep sleep. So the patient cannot remember anything about the episode. يعني الأهل يجون يقولون قاعد بالليل فز يصيح وخايف ومرعوب ويعني مثلا نحن نقول constricted pupil فد sign مال parasympathetic sorry nervous system arousal. فبس المريض يعني الشخص نهائيا ما يذكر هاي الشيء اللي صار بي ومو بوعي ويرجع ينام وكأنه ما شيء لم يكن. ثاني يوم ما يتذكر أي شيء عن التفاصيل صايرة بالديب سليب الستيج 3 which is common in young boys familial يعني عائلة كلها ممكن تصير عندها نفس الشيء. wake up in the middle of night and scream. التريتمنت إذا تكررت هاي الحالة أكثر مرة نعطيهم بنزودازيبينز لايك فاليوم يعني حتى شوي يهدأ المريض ترجع عند الحالة طبيعية. memory of for events ما يتذكر أي شيء من يقعد مثل ما قلنا لأنه صايرة بالسليب stage sleep 3. while nightmares كوابيس الليلية كلية تصير بينا occur in REM sleep يعني في الوقت نوم الحالم اللي الوقت اللي يصير به الأحلام لكن محتوى الأحلام فشي مزعج وكابوس يعتبر. كمان during stressful times شايفيها احنا في الاوقات خاصة بالامتحانات دائما نقعد انه الامتحان رايح علينا وراح هذا يعتبر ايضا الكوابيس الليلية. بالنسبة للاشخاص اللي صار عندهم حالة وفاة او صارت عندهم حوادث ترجع هاي بالكوابيس تمر عندهم. هنا اذا تكررت وصارت الشغلة يعني stressful for the patient we can use antidepressants. memory for events yes يتذكر المريض بعد ما يقعد ثاني يوم ممكن يسولف له كل الأحداث اللي مرت به. We have also somnambulism or sleepwalking occur in stage 3 of non-REM sleep يعني أيضا بالdeep sleep. أيضا هذا الشخص طبعا ممكن يصير عند الأشخاص الطبيعيين لكن بالأطفال أكثر. If waking the person is confused and disoriented ممكن يمشي ينزل الطفل من غرفته وينزل ويوصل للمكان اللي به أهله مثلا بعدين يعني يحس على روحه ويحس روحه أنه منو جابني لهنا أو يروح ينام بغير غرفة ويقعد يلقى روحه بهاي منو جابني بهاي الغرفة فيحس روحه confused and disoriented. كمان إن children قلنا may harm themselves إذا تكررت كلش يعني الأمور خطرة ممكن أنه يوقع من مكان عالي ممكن يعني إذا خاصة بالشتاء ممكن تكون هناك مدافئ يعني صوبات يوقع الصوبة ويسبب حريق النفس والآخرين. إذا تكررت هاي الحالة قلنا for the safety of the person and safety of others we need benzodiazepines مثل فاليوم حتى النوم مالته يكون يعني أعمق وممكن تروح من عند هاي الحالة. Lastly we have bruxism or teeth grinding تعرفوا هذا الصرير هاي صرير بالأسنان occur in stage 2 of sleep يعني مو بالديب sleep ممكن يصير بالستيج 2 for non-REM sleep and usually stress related فترة اللي بها stress ممكن تزيد. نحتاج هنا teeth guard حتى لا يأذي الشخص نفسه ويعني هاي طحن بالأسنان الصير يعني السن يطخ بسن فنحتاج teeth guard مثل هاي ما نشوفها بالطفل هنا فد يعني تكون قطعة بلاستيكية تحمل أسنان مثل هذا الشيء.
Now, what are the drugs that alter sleep? راح نمر مرة سريعة على مجموعات الأدوية اللي تأثر في النوم. First, dopamine blockers like quetiapine. The dopamine antagonists generally cause some degree of sedation, and patients requiring these medications for psychiatric reasons may experience improvement in their comorbid insomnia. مثل ما قلنا بالtreatment of insomnia, إذا إحنا عالجنا the primary cause ممكن يستفاد المريض من العلاج وما يحتاج فد sedation إضافي. Benzodiazepines, هاي المجموعة أشهر من نار على علم, like diazepam, bromazolam, and clonazepam. هاي البنزوديازيبين family shares multifunctional clinical effects include anticonvulsant, anxiolytic, amnestic, and hypnotic features. All members of the benzodiazepine class bind with high affinity to a neuronal GABA A receptors. GABA طبعا تعرفون the main inhibitor in neurotransmitters in the brain, ويشتغل يعني يسوي inhibition وبالتالي sedation. We have also antidepressants like amitriptyline, nortriptyline, and low doses of doxepin. Antidepressant medications are often associated with sleepiness, probably related to antihistamine and anticholinergic effect. We have also antihistamines. Antihistamine أصلا أكو جماعة يأخذوها because of their sedative effect, يعني مو لأجل anti-allergic أو يعني شغل ثاني, such as diphenhydramine and hydroxyzine may produce sleepiness as a result of inhibition of central histamine H1 receptors. We have also melatonin. Melatonin تحدثنا عنه باختصار is released by the pineal gland and secretion follows the circadian rhythm. قلنا لما اكو فد يعني light excessive light سواء صن يعني سواء sunlight او artificial light راح يصير inhibition to secretion of melatonin. لما اكو darkness there is increased release of melatonin. An exogenous administration can alter patient circadian rhythm depending on the timing of dosing. ممكن انه قلنا بالشيفت اوف ورك لما عندهم انسومنيا ممكن نعطيهم دوز نرجع ننظم لهم هذا اللي. Lastly we have stimulants like amphetamines, modafinil and caffeine. They enhance alertness by increasing the release of catecholamines and thus increase wakefulness. وشفنا احنا بالنركولبسي one of the modalities of treatment of narcolepsy is by giving them stimulant. That's all about sleep-wake disorders. Thank you very much for your listening.